مزيد ينضم إلينا عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، أهلا وسهلا بك. إذن تصريحات مثيرة لجمال عامر، برأيك على ماذا استند الوزير جمال عامر في تصريحاته الأخيرة بشأن الحديدة؟ وهل مثلا تلقيتم مؤشرات في هذا السياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أن تكون نتيجة لاتصالات عبر وسطاء قامت أمريكا بإيصال مثل هذه الرسائل، لأنه يعني لم أجد أن هناك تسريبات في الصحف العالمية حول هذا الموضوع، ولكن الاتصالات غير المباشرة مستمرة فيما بيننا وبين الأمريكي والبريطاني ومن عدة طرق. هذا من ناحية. الناحية الثانية، الجميع يعرف ما في ذلك الأمريكي أن الحركة الملاحية والعسكرية في المياه الإقليمية اليمنية وكذلك في المياه الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي قد أصبحت تحت رحمة القوات الصاروخية والجوية والبحرية اليمنية. نعم. وبالتالي لا أتوقع أن الأمريكيين يفكرون بجدية في احتلال الحديدة أو احتلال أي منطقة يمنية أخرى. نعم، في ظل إذا ما صحت مثل هذه التصريحات والمعطيات، كيف ستتعاطون أنتم مع مثل هذه التهديدات الأمريكية؟ طبعا نحن في حالة حرب مع أمريكا، وقد استخدمت أمريكا كل طاقتها العسكرية نعم في البحر الأحمر والعربي من أجل وقف عملياتنا العسكرية ولكنها فشلت. لكن قد يكون هناك تصعيد فيما يتعلق بزيادة عدد الضربات واستهداف منشآت مدنية كميناء الحديدة وغيرها، نحن نتوقع ذلك، ولكن في المقابل نحن سنقابل التصعيد بالتصعيد. ولا زال لدينا رقعة أهداف لم نستخدمها حتى الآن، سنضطر لاستخدامها لمواجهة أي تصعيد أمريكي، والأمريكيين يعرفون ما هي الأهداف ومدى تأثيرها عليه. نعم، في ظل هذا التواصل بينكم وبين الأمريكا اللي تتحدث أنت عنه، هناك من يقول أنه بسبب مثل هذه التهديدات الأمريكية أن قلت وتيرة هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر أو في جبهة الإسناد. تعليقك أستاذ محمد على هذا الموضوع. بالنسبة لنا نحن مستمرين في عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي بكل قوة، ولكن أحيانا يتقل عدد الاستهدافات نتيجة لعدم وجود أهداف سواء عسكرية أو تابعة لشركات تتعامل مع الكيان الصهيوني. حتى أنه قبل أيام كنت على تواصل مع أحد المسؤولين في الأمم المتحدة، وقد كان مستبشرا بأن نتيجة توقف العمليات لفترة وجيزة ربما يكون نتيجة لتغيير موقفنا، لكن أنا أبلغته بصراحة، قلت له أن السبب هو عدم وجود أهداف نعم عسكرية أو لشركات تتعامل فيما يخص هذا فيما يخص البحر الأحمر، لكن فيما يخص مثلا استهداف إسرائيل وما إلى ذلك. عملياتنا أيضا مستمرة فيما يتعلق باستهداف العمق الكيان الصهيوني. نعم. ولكن نحن في المرحلة الأخيرة بدأنا نركز على الأهداف النوعية. نعم. لتكبيد العدو الصهيوني أكبر خسائر ممكنة. نعم، شكرا جزيلا عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، كنت معنا عبر هاتف